بسم الله الرحمن الرحيم. التغذية علوم الحياة والأرض السنة أولى إعدادي. كما تلاحظ هذه مجموعة من الصور، ياك هذه الصورة شنو تعطيك؟ هذه الأولى هي مجموعة من الأغذية ديال الإنسان، من الأغذية التي يمكن أن يحتاجها الإنسان، ياك. وهذه الصورة بقرة تتغذى على العشب. بقرة تتغذى على العشب، وهذا فهد يتغذى. فهد يتغذى، هذا قط يتغذى. قط يتغذى لينا. علاش كيدور القط والفهد راسه؟ علاش يدور الفهد والقط راسه عاد تاكل، ماشي بحال اللي تتاكل ديريكت. اذن علاش تشوم لاحمين؟ لاحمين، واخا لاحمين، علاش ما يديروش بحال الشكل؟ لان عندهم ادراس في الجهه اللي هابطه، عندهم هذيك البلاصه اللي تيرتكزوا عليها بواحد الدرجه كبرى في الاكل. فين كاينه موجوده؟ كاينه في الجهه اليمنيه. الجهه اليمنيه او اليسرى، ياك. نحن في الحقيقه خاصنا نبداو بالانسان. ابحث عن خاصيه النظام الغذائي القارئ. يتغذى الانسان على اغذيه من اصل نباتي كالحبوب والخضر والفواكه والزيوت، وعلى اغذيه من اصل حيواني كاللحوم والبيض والحليب ومشتقاته. فهو اذن يمتاز بنظام غذائي قارئ. إذن شنو معنى ديال قارئ؟ قارئ هو كياكل العشب واللحم، كياكل جوج، يعني في آن واحد. من هذه بعض الأسنان. إذن لخذينا مثلا هذه الصورة هي الأولى، تم موضوع العضلات الماضغة عند الإنسان. ثانية العضلات الماضغة؟ الأضراس. العضلات، تم موضوع العضلات الماضغة عند الإنسان، ما تمشيش مع الأضراس. هاي العضلات الماضغه مولي الحمر، هادو هما اللي تيبقاو يحركوا هاد لاماشوار انفيريور، يعني هي الفك السفلي، ياك. يعني هاد العضلات هما اللي تيبقاو يحركوا لاماشوار انفيريور، يعني هاد الفك السفلي ديال الانسان، وتعطيه واحد القوه، ياك، باش كيحرك الفم ديالو. باش يحرك الفم ديالو باش يمضغ. اذا عاد تنشوفوا هاد انواع ديال المسؤول اسنان عند الانسان، ياك. المسؤول اللي كيحرك هادشي هو لقبه المفصل. لقبه المفصل كتكون لا، هذه غير مرتكز باش تركز عليه هاد الفك الشاد فيها، فهمتي ولا لا؟ كيخرج الفم والكيحركو هنا لقبه المفصل. شتي هاد شكون اللي غيحرك هاد الفك السفلي؟ هو هاد العضلات. دابا الباب اللي حليتي بغيت تحل شي باب، الباب اللي بغيت تحلو عنده البيزاغرات ولا لا؟ عنده. علاش دايرين ليه حنا البيزاغرات؟ باش يتحل ويتسد. ولا حيدنا ليه البيزاغرات، ما يتحلش ويتسد. باش تضبط الباب تياخذ واحد الحركة معينة ما يفوتهاش. أما لحيدتي البيزاغرات تقدر تجرو هنا تجرو هنا تلعب، إذا تقدر تحركو. ولكن إلا قلت لك حل أنت الباب تحلو. إذا الباب واش حيت هو عنده البيزاغرات يقدر يتحل بوحدو؟ ما يقدرش. إذا هاد شنو اللي قلت لي أنت؟ شنو كاين عنده؟ لقمة المفصل. هي لقمة المفصل، كونديل داغتيكيلاسيون، هي كونديل داغتيكيلاسيون. إذا هاد الكونديل داغتيكيلاسيون اللي كاينة هنا هي اللي شادة هاد لاماشور انفيريور اللي لتحت، شادة هاد الفك السفلي، فهمت ولا لا؟ بحال البيزاغرا ديال الباب، يعني باش هاد الفك يمشي ويجي. الا ما كانش هذا شنو غيوقع؟ هذا غيولي يمشي يجي لقدام، فهمتي ولا؟ يعني هاد الفك ما غاديش يبقاش يدو واحد الحركه معينه، فهمتي ولا؟ يعني تقدر مثلا هاد العضله ملي تجر تقدر تطلع هادي، وهادي ما تطلعش، هي تطلع هي الاخرى، فهمتي ولا؟ اذا هادي تتكون مجدوده شاده بلاصتها، راه كاين وحده من هنا وحده من اللي، ياك؟ كاين جوجات ومصيبين بواحد الطريقه يعني تتسهل الحركه ديالو، فهمتي ولا؟ يعني بحال القضيه ديال الركبه ديال الانسان. واش الركبه ديال الانسان حيت عنده ركبه بهذا الشكل، ياك، حيت عنده ركبه بهذا الشكل، يعني الرجل ديالو غتحرك راسها ضروري هاد العضلات. انا ملي قلت لك حل الباب مثلا، اذا انت تتلعب الدوري على هاد العضله، فهمتي ولا لا؟ ملي غتبغي تسد، ملي غتبغي تسد فمك، يعني هاد العضله غتجر، تنساش راه كاين عندك عضله، شتي ولا لا؟ العضله هادي تتجر، والعضله الاخرى ملي تدير تترخى هذه وهذه تتجر، فهمتي ولا لا؟
هادو تخص شكون اللي غادي ينظم الحركه ديالهم بعدا، واش يقدروا يجرهم بجوج دقه واحده باش تعرف الله سبحانه وتعالى كيفاش خلق الانسان. شوف فهمتي داك الشيء من الدماغ، دابا كل عضله خاص تعرف العضلات ديالنا كل مره تيتحركوا انطلاقا، هاد الشيء راه غتعرفهم غتعرفهم بعد الله اعلم غديرهم بعد ياك. ان الدماغ فيه نقاط معينه خاصه بهاد كل عضله وعندها بلاصتها في الدماغ تتحكم فيها، فهمتي ولا؟ هي اللي تتنظم الحركات ديالها. واحد الوقيته انت تتنظم بلا بدون شعور بلا ما تجيب الاخبار انت، ولكن هذاك الشيء راه تيوقع بواحد التقنيه عاليه، فهمتي ولا؟ ان هاد العضله تتجر تطلع هذا، هذه تترخف واحد الوقيته دي تترخف هذه تتجر، شتيها؟ يعني تتفتح الفم لتحت. ايوا هكذا تيتم داك المضغ الى اخره بالطريقه اللي باغي انت، طبيعة الحدود. هادو انواع الاسنان ديال الانسان ياك، هادي شنو هما؟ اضراس خلفيه. هادي اضراس خلفيه، هذا اضراس اماميه. اضراس اماميه ناب ناب قاطع، هذا قاطع ياك. هادو اللوغ اللي تنقولو لهم حنا اسنان مسمينهم قاطع ياك. هذا مقطع طولي لسن الانسان، ممكن يكون هو هذا قاطعينه من هنا، فهمتي؟ قاطعينه من هنا وعطى هاد هاد الصورة بحال هكا، يعني مقطوع بحال شدينا المنشار وقطعنا هذا من هنا، فهمتي؟ وشفنا الوسط ديالو على الجهة، إذا غيعطيك مع هو تتشوف هنا راه تجمع هنا، ولا نقطعو هذا على النص، ها هو مجموع هنا، شتي مجموع هنايا شتي؟ وضعوا تعليقا لهذا الرسم المستعملين في ذلك. هاد المصطلحات التالية كاين ميناء، عاج الأسنان، لب، جدر، عظم الفك، تاج. عندنا أولا شنو هادي؟ هاداك ميناء، هذا ميناء ياك، هو اللي على برا، واخا ثانيا عاج داخل تحت منو هو العاج، وثالثا هذا الوسطاني، إذا هذا هو اللب، هذا اللب، وهذا مكون من شعيرات دموية، شعيرات دموية يعني أن الضرسة من هنا عند العروقة ديالها تمشيو للجسم ياك، في صورة شعيرات أو شعيرة دموية، هاهي يعني تيجي الأكسجين وتمشي تاني أكسيد الكربون. ملي تنهضرو على الأكسجين إلى آخره، مشا غير الأكسجين، كاين حتى التغذية، فهمتي؟ التغذية ديال الضرسة تاهي تمر عن طريق هاد الدم ياك. أيضا هنا شنو بقى لينا؟ عصب ياك، إذا هو ذا اللي بالأسود، يعني كاين هاد العروقة أوعية دموية، وهذا اللي هنايا، وكاين بالجانب ديالهم كاين عصب. دابا هاد أولا ثانيا ثالثا اللي تكلمنا عليهم دابا، مجموعا في سادسا، سادسا شنو هو؟ هو التاج، هو التاج، اسمه التاج ياك. من بعد كاين أربعة، أربعة شنو هنا؟ هو أربعة دقنا، العظم الفك. لا جدر، هذا كله تيتسمى جدر، يعني من البلاصة اللي شاد فيها اللحم حتى لتحت، من هاد من هنايا حتى لتحت، هي دايرة المهم هما شايرة لك بها هنا بالربعة، يعني هو هذا من البلاصة اللي فيها اللحم اللي مغطية حتى آخر السين ديالها في اللحم ياك، اللي داخلها اللي مغطى حتى لهنا. كاين خمسة، خمسة شناهو هذا؟ خمسة هو عظم الفك، يعني هو فين شاد هاد الضرسة اللي داخلة، راه داخلة في وسط الفك، فهمتي؟ إذا الفك هو اللي شاد هاد السين هادي، ويعني من البلاصة الظاهرة من السين تسمى التاج، والجزء المغطى ياك يسمى الجدر ياك. العصب راه هو باين، ماشي يعني واضح شتي ولا لا؟ هو بالأسود. كما قلنا من قبل هادي عضلات مضيغة، هذا الفك العلوي ماشواغ سوبيريور هو الفوقاني، هو هذا غير متحرك، وكاين الفك السفلي ماشواغ انفيريور، هذا هو المتحرك من هاد الفك. كاين ياك، كاين شنو؟ ضرس امامي، ضرس امامي شي تسمى بخي بخيمولير، بخيمولير. كاين قاطعه، شنو سميتها قاطعه؟ شنو الاسم ديالها؟ انسيزيف، انسيزيف ياك، انسيزيف. كاين بالنسبة للناب سميتو كانين، وبالنسبة للضرس الخلفية سميتها مولير، مولير. واللقمة المفصل هي هادي لهنا، والبيض هي لقمة المفصل سميتها لوكونديل، ها
دارتيكولاسيون الصوره اللي ها اللي فم انسان بالغ ياك يعني بالغ يعني راه السنان كلهم ملاضو عندنا هنا كما تلاحظ واحد ياك واحد اثنين ثلاثه ثلاثه اربعه 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 اذا اولا شنو هي هي قواطع اذا هذه قواطع ثانيا شنو هي ناب اذا هذا ناب ثالثا أضراس أمامية أضراس أمامية ياك هي هذه تنشوفوا هاد الجوج هنا والثلاثة د الربعوات شنو هما هذوك أضراس خلفية وكذلك نفس الشيء بالنسبة للجهة اليمنى ياك كذلك الجهة الفوقية والجهة العليا غير هي كما قلتي في الأخر شنو تنستنتجوا من الأعداد الفوقية والسفلية ديال الأسنان ديال الإنسان شنو نستافدو منها؟ الصيغة السنية تنستافدو منها واحد الصيغة اسمها الصيغة السنية هاد الصيغة السنية التعريف ديالها التعريف ديالها هو عدد الأسنان الفوقية عدد السنية هي عدد الصيغة 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 السنية هي عدد أسنان نصف الفك العلوي على عدد الأسنان الفك السفلي إذا بحال تلاحظ أنا عاطية 16 ياك ديك هنا هي اثنان قواطع واحد على أربعة واحد على واحد ناب هي ستة اثنان درس أمامي هي عشرة هي عشرة وثلاثة درس خلفي ثلاثة هي 16 يعني المجموع ديالهم هي يعني الفوقانيين على التحتانيين يعني الجمع ديالهم ماشي القسمة فهمتي يعني الجمع ديالهم هي 16 سين 16 سين يعني في المجموع إذا عندك هذا الشيء اللي قلتي أنت دابا هادو راه غير هاد الجهة ياك الجهة مع الجهة يعني هادو اللي هنا عندنا جوج وغيكونوا جوج هنا وعندك واحد ناب يعني عندك ناب هنا وناب هنا ياك وعندك جوج ديال الأضراس يعني جوج أضراس مو هادو اللي هنا أضراس هنا وعندك ثلاثة أضراس خلفية ثلاثة أضراس خلفية إذا إلا ضوبلناهم جوج غيعطيونا 16 وغنضربو بجوج باش تعطينا فوقاني باش تولي 32 ياك هي عدد الاسنان كله عدد الاسنان ككل هي 32 ياك هذه بالنسبه للراشد مع البالغ ياك الانسان المراهق بالنسبه للانسان المراهق كاين اثنان على اثنان قواطع واحد على واحد ناب اثنان على اثنان درس امامي يعني 6 10 وعندك اخرى هي 14 غضربها في ياك انت عنده شحال عنده اثنان على اثنان قواطع واحد على واحد ناب اثنان على اثنان درس امامي واثنان على اثنان درس خلفي تيكون ديك الدرسه ديال العقل باقا ما ناضتش اذا تيكون ناقص هو على ذاك الانسان البالغ بجوج ديال الدروس خلفيين ياك هي 14 ونزيد نضربها في جوج اذا هي 14 ونضربها في اثنان هي 28 ياك هذه بالنسبه للصيغه السنيه ديال الانسان المراهق ياك بالنسبه للبالغ وبالنسبه للطفل واش تيكون هو ناقص على هاد البالغ هاد المراهق ناقص على المراهق شحال ناقص عليه اثنان على اثنان قواطع واحد على واحد ناب واثنان على اثنان درس امامي وصفر على صفر درس خلفي الادرس الخلفي تكون باقا ما ناضتش بالمره هي 10 نضربو في 22 هي 20 اذا يعني الطفل ملي تي ملي يلاه تينوض السنان تيكون هادو باقي ما ناضوش بالمره شويه تينوضوا له جوج يعني تيوليو اربعه شويه وتيوليو ثلاثه في الاخر ياك كما تلاحظ هنا هذه تيصور لك الجهاز الهضمي ديال الانسان ياك اذا كما تلاحظ هو مبينين لك بشكل اوضح يعني كما تلاحظ هنا حناش عندك اولا مريء ياك كاين مريء من بعد منو شنو كاين هنا هذه شنو هي المعده اذا عندك مريء معده ثم من بعد المعده شنو كاين كاين المعي الدقيق من بعد المعي الدقيق اش كاين المعي الغليظ ثم كاين هذه كاين الزائده الدويده الزائده ياك ثم كاين ثامنا شرج اذا كاين مريء معي دقيق معده معي غليظ
زائدة. وكين الكبد، الكبد فين هو؟ هو هذا الكبد هو اثنان. شنو باقي لينا؟ بنكيس. هذا هذا شنو هذا؟ داك بنكرياس. بنكرياس يعني الطيحان، هو الطحال البنكرياس. هذا هو اللي تينظم من ضمن الادوار اللي تيقوم بها انه تينظم السكر، انه هو اللي ينظم السكر في الجسم ديال الانسان ياك. اذا بالنسبه للحيوانات فهي تتغذى خاصة منها العاشبة على أغذية من أصل نباتي كالعشب والحبوب وأوراق الأشجار. أما الحيوانات اللحمة فتتغذى أساسا على اللحم، ياك، وتحصل على أغذيتها بشتى الوسائل كالصيد بالتربوس والصيد بالمطاردة. التربوس أنها تجلس فهمتي واحد البلايصة وتخزن حتى تجي عندها الطريدة ديالها، تجي عند الفريسة. الفريسة وك يعني ما فيها ما يجري. وكاين حيوانات أخرى أنها تتبع الفريسة ديالها، عندي تتبع الطريدة ديالها حتى تلحق بها. مثلا الصيد بالتربوس، التربوس يعني انه تتخزن الطريدة ديالها. الصيد بالمطاردة، اثنين ديال القط كما تلاحظ ياك في الاكل ديالو تعتمد على هاد الجوانب ياك، لانها هي اللي فيها اضراس اللي هي يعني صحيحة ياك. هنا اضراس البقرة، هنا جمجمة قط، هنا عندك جمجمة بقرة ياك كما تلاحظ هذوما أضراس ديالها ياك. بالنسبة للأسنان ديال الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة، إذا عندها عندنا قواطع ياك. القواطع عند الحيوانات العاشبة كيفاش دايرة؟ حادة. عندها قواطع حادة بالنسبة للحيوانات العاشبة ياك. وبالنسبه للحيوانات اللاحمه كيفاش داير الشكل ديالها؟ حاده وصغيره. حاده وصغيره يعني انها ماضيه وصغيره. انياب عند الحيوانات العاشبه واش عندهم شي انياب؟ ما عندهمش. والحيوانات اللاحمه عندها، عندهم الانياب. كي داير هاد الانياب ديالهم؟ مستدقه الراس وطويله. يعني انها دقيقه، يعني ديك الراس ديال ديك الانياب انها دقيقه. ولاش تلاقي هاد الانياب هذه؟ كتلاقي قتل الفريسه. قتل الفريسه فقط، فقط تقتل غير الفريسة صافي. الأنياب ديالها علاش تطلق عاوتاني؟ تمزق اللحم وقتل الفريسة. يعني هاد الأنياب علاش تطلق؟ تمزق اللحم، تمزق اللحم وقتل الفريسة. وقتل الفريسة. من بعد عندنا الأضراس، أضراس ديال الحيوانات العاشبة ياك. أضراس ديال الحيوانات العاشبة كيفاش عاملة؟ مسطحة. مسطحة ديال نيشة مطاعمها. وبالنسبة للأنياب ديال الأضراس، بالنسبة للأضراس ديال الحيوانات حادة ومنشارية. حادة ومنشارية. كيفاش منشارية؟ يعني بحال المنشار فهمتي. وشنو الدور ديال هاد الأضراس هذه؟ هي قطع اللحم. قطع اللحم. وبالنسبة لعد الحيوانات علاش تتلاقى هاد الأضراس؟ طحن وسحق العشب. لطحن وسحق العشب. القواطع ديال الحيوانات العاشبة علاش تتلاقى؟ هي قطع العشب. هي قطع العشب ملي تقطع العشب ترسلها للأضراس باش تسحق. عند الحيوانات بالنسبة للقواطع عند الحيوانات اللاحمة علاش تليق؟ كتليق عند عين العظام. كتليق من عن العظام. كتليق معاني العظام. العظام يعني انها تتقطع تحيد داك اللحم على العظم ياك. جمت الأرنب. أرنب ياك كالقنية، كما ضيقة ومحددة وممددة نحو الخلف. هذه شنو هي؟ شكل لقمة المفصل، يعني هذه الليصة اللي متلاقي فيها الفك السفلي مع الفك العلوي ياك. شنو من بعد كاين؟ كاين قواطع. عندنا أنواع الأسنان عند القنية، كاين قواطع، كاين أضراس. كاين أضراس. هي هذه واحد صغيرة نعدك ثالثا. اتجاه حركات الفك السفلي، يعني هذا الفك السفلي فين تيتحرك؟ واش تيتحرك لهنا ولا تيطلع وهبط ولا شنو؟ كيطلع يهبط ويمشي لليمين ولليسار. اذا كاين من الاعلى الى الاسفل ومن اليمين الى اليسار، يعني تمشي في جميع الاتجاهات الا هكا ما تمشيش ياك. يعني تمشي لهنا ما تمشيش الى الامل الى الخلف. تمام. إذا كاين الصيغة السنية، كاين جوج على واحد. شنو هنا؟
صفر على صفر. اثنان على واحد قواطع. اثنان على واحد قواطع هذه. صفر على صفر ناب. ناب ثلاثة على اثنان. درس. درس يعني الفوق ثلاثة والتحت جوج ياك. كاين عندنا. ثلاثة على ثلاثة درس. درس خلفي. إذا كاين ثلاثة ثلاثة. المجموع هو 14. عندنا هنا شكل لقمة المفصل عندهاش. قضيب. عند القط ياك. إذا كاين قضيب عظمي أفقي. فين هو هذا القضيب العظمي الأفقي؟ ندير هنا بحال شي لاكس، فهمتي هنا؟ يعني قضيب عظمي أفقي، أفقي بهذا الشكل، ماشي عمودي، يعني مائل بحال بحال السير واقف، ماشي هكا، لا هكا، يعني ماشي بهذا الشكل أنه عمودي، ولكنه أفقي. إذا هذا العظم اللي شاد هذا الفك السفلي أنه أفقي، يعني رابطه بالعظم ديال الجمجمة ياك. عندنا انواع اسنان عند القط، كاين قواطع وكاين انياب وكاين اضراس ياك. قواطع ياك ها هو، انياب وكاين عندو اضراس. اتجاه مادام هو عندو هاد، مادام عندو هاد شكل لقمه المفصل بانه قضيب عظمي افقي، فكيفاش غتكون الحركه ديال الفك السفلي عندو؟ عندو إذا اتجاه ديال الحركة ديال الفك السفلي عنده كيفاش غتكون؟ عندها من الأعلى إلى الأسفل. من الأعلى إلى الأسفل، ما يقدرش يديه ويجيبو ليه، لحقاش عنده هو قضيب هنا، فهمتي؟ عنده بحال لاكس هنا طويل، ماشي بحال ديك العظمة تقدر يلعب فيها مثل ما بغا، فهمتي ولا لا؟ هذي عندها حركة وحدة. تا هو الصيغة السنية ديالو ياك، ثلاثة على ثلاثة قواطع، ياك واحد على واحد شنو؟ واحد على واحد ناب. ناب، وعندو ثلاثة على اثنان. درس أمامي. درس وعندو واحد على واحد درس خلفي. درس خلفي، شوف أنا تختلف مع الأرنبة، تا هو تا هي عندها ثلاثة على اثنين، ولكن هنا عندها ثلاثة على ثلاثة. هو واش عندو؟ عندو يلا درس واحد ياك، واحد على واحد، المجموع 15، هي عندها 14. المهم عندنا هنا شكل لقمة المفصل عندها جمجمة البقرة ياك، كيفاش دايرة؟ دائرية. دائرية بحال بحالنا هنا، عندها كروية تمام. دائرية. أنواع الأسنان عند البقرة، عندها تا هي قواطع، كاين هي قواطع هي واحد هما القداميين، وكاين أضراس، كاين أضراس هادي ثالثا أضراس، وثانيا شنو هما هادو؟ كاين البقرة عندها قواطع وعندها أضراس ياك. السنية هاد البقرة شنو هي؟ صفر على 4 قواطع. قواطع يعني الفوق عندها ما عندها تقاطع، والتحت عندها 4 قواطع ياك. من بعد عندها صفر على صفر ناب. انياب ما عندهاش انياب مرة، وعندها 3 على 3 درس أمامي. أدرس أمامية. وثلاثة على ثلاثة أدراس خلفية ياك. إذا المجموع هو 16. إذا كلهم عندهم مقابلات ديالهم هنايا، حيت غير الأنياب بطبيعة ما عندهاش لنا عاشبة، والقواطع عندها شوف قواطع عندها 4 لتحت والفوق 0، ما عنده والو، هنا عنده 4. قارنوا بين الأنبوب الهضمي عند حيوان عاشب وعند حيوان لاحم، يعني غنشوفوا ديك الأماكن اللي غيمشي منها الأكل ياك إلى آخره. عند حيوان عاشب وعند حيوان لاحم عندنا أنبوب الهضمي لقنياق والأنبوب الهضمي للقط ياك. بالنسبة للحيوانات كما تلاحظوا هذه المقارنة، هنا عندنا البقرة والحصان والقط. بالنسبة للمعدة، البقرة عندها 4 تجاويف يعني 250 لتر ياك، الحصان تجويف واحد يعني فيه 20 لتر، القط تجويف واحد يعني صغير. كاين الأعور نامين نامين، كاين جد مصغر بالنسبة للقط. وعندنا المعي الغليظ يعني ضخم 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 وطويل، ضخم وطويل بالنسبة للبقرة والحصان، يعني الحيوانات العاشبة ديما تيكون عندها عندنا المعي الغليظ طويل. وبالنسبة للقط عند المعي الغليظ عندها قصير. يعني الطول الإجمالي بالنسبة للأمعاء كما تلاحظ هنايا، عندنا بالنسبة للبقرة يعني عندها 50 مرة، يعني 50 متر، يعني 25 مرة الطول ديال الجسم ديالها، فهمتي؟ يعني لا مهم. عندنا هنا الحصان الطول ديال المصارم ديالو يعني ديال الأمعاء ديالو هي 35 متر، يعني 15 مرة الطول ديال الجسم ديالو، يعني الجسم ديالو كرو 15 مرة باش تلقى الطول ديال ديك الأمعاء ياك. القط عنده الطول ديال الأمعاء ديالو هي متر ونص، يعني 3 ونص
مرات طول ديال الجسم ديالو. كما تلاحظ انا بان الحيوانات بصفه عامه العاشبه تيكون الامعاء ديالها طويله، وبالنسبه للحيوانات اللي تتاكل اللحم ان الامعاء ديالها تتكون قصيره. حد الطبيب تيتكلم على الانسان تيقول لك ان الامعاء ديالو طويله، وهذاك الشيء علاش خاصو يتعاطى الماكولات العشبيه اكثر من التغذيه اللي تعتمد على اللحم. فهمتي؟ بالنسبه للحيوانات العاشبه فعمليه الهضم تكون بطيئه، وبالنسبه للحيوانات اللاحمه فعمليه الهضم تكون سريعه. تمتاز اللواحم. شنو هي اللواحم؟ هي الحيوانات اللحيمه. الحيوانات اللحيمه بنظام اسنان كامل يتكون من قواطع صغيره وحاده تكشط اللحم وانياب كبيره وحاده قادره على قتل الفريسة. على قتل الفريسة وتمزيق لحمها، وأضراس قاطعة مسننة تتقاطع على منوال شفرتي مقص، وتؤمن حركات الفك السفلي عموديا بفضل عضلات ماضغة قوية. ديك العضلات هي اللي تقوم بهذه العملية، تقوم بالجر ياك ديال هذا الفك. كما تمتاز اللواحم بأنبوبها الهضمي القصير نظرا لسهولة هضم اللحم، يعني اللحم تيكون سهل للهضم، هذاك الشيء تيكون عندها الأنبوب ديالها قصير. أما العواشف تتميز بنظام أسنان غير كامل، حيث يحل محل الأنياب قضيب عظمي، ياك قضيب عظمي، وتمتاز أسنانها بنمو مستمر إلى أنها تتآكل باستمرار. يترتب عن ذلك ظهور مساحة تآكل مكونة من زوائد رأسية صلبة من المينا، ياك؟ يتوفر أنبوبها العظمي الطويل على أعور جد نامي ومعدات ضخمات تنقسم عند العواشب المجدرة إلى 4 تجاويف. يعني كما في الحالة الآن ياك تتآكل الأضراس العواشب باستمرار،